يا ترى ايه اللي هيحصل لسعر الدولار في نهاية شهر مايو؟ ليه المتعاملين في سوق صرف العملات بيتوقعوا انهيار كبير في سعر العملة الأمريكية؟ هل فعلا ممكن سعر الدولار ينزل لأقل من 40 جنيه خلال الفترة اللي جاية؟ ازاي ده ممكن يأثر على الأسعار والأسواق؟ بانكير نبض البنوك. مصر خلال أيام قليلة هتبدأ في استقبال كمية كبيرة جدا من النقد الأجنبي منها الدفعة الأخيرة من صفقة رأس الحكمة البالغة 20 مليار دولار، ووصلت مؤخرا شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة حوالي 850 مليون دولار، وهيوصل قريب جزء كبير حوالي 1.5 مليار من برنامج التمويل والدعم اللي هيقدمه الاتحاد الأوروبي لمصر. طبعا زيادة الحصيلة الدولارية هتؤدي لزيادة المعروض من الدولار وفقا لقوانين العرض والطلب وآليات السوق اللي بيتم تطبيقها في سعر الصرف، ومتوقع هبوط كبير جدا في سعر الدولار، ومتوقع ان الجنيه يسترد عافيته. وفي اخر تقرير ليها توقعت مؤسسه PMI للابحاث ان الجنيه المصري هيعوض جزء كبير من خسائره خلال الفتره المتبقيه من 2024. وبتتزامن ارتفاعات الجنيه المصري مع تقرير حديث من بنك جولدمان ساكس توقع فيه خفض البنك المركزي لاسعار الفايده بنحو 200 نقطه اساس خلال اجتماعه المقبل في شهر مايو، مع انحصار ضغوط مدفوعات الديون على الحكومه المصريه خلال الربع الثاني من 2024. ده هيقلص من احتياجات مصر التمويلية لإصدار ديون بقيمة 240 مليار جنيه شهريا، نزولا من أكتر من 600 مليار جنيه شهريا خلال الربع الأول. وفي تصريحات مهمة الوزير المالية محمد معيط أعلن أن مصر بتترقب الحصول على تدفقات دولارية ما بين 25 ل 30 مليار دولار من دلوقتي لآخر شهر يونيو مع نهاية السنة المالية الحالية. مع انخفاض الدولار هتنخفض بالتبعية معظم أسعار السلع زي مواد البناء، الحديد، الأسمنت، التشطيبات، وكمان أسعار العربيات هتنزل. علاقة كل ده باجتماع لجنة السياسة النقدية الاستثنائي في 6 مارس. كل اللي بيحصل حاليا في ملف سعر الصرف مبني على قرار البنك المركزي في الاجتماع ده بتحرير سعر صرف الجنيه وفق لآليات السوق، ولو ملاحظين من بعدها بدأت تحصل انفراج كبيرة في ملف السيولة الدولارية. أنا أشرقت أشرف، وإلى اللقاء. بانكير نبض البنوك.